العاصمة العالمية للكتاب. ففتحت قلبي ساحات زرعتها عفوا وحبا غير منفصم، وأرضعتك علما ومعرفة، ورفعتك منارة بين الأمم. لقب أطلقته منظمة اليونسكو عام 2001، وحصلت عليه حتى الآن 18 مدينة، ويمنح بناء على اعتناء المدينة بدعم مفاهيم القراءة والفكر. لكل أمر من الله سلطان، وسلطان الثقافة قاسمي، ولكل أمل في الحياة بارقة، وبارقة الآمال شارقة. تتوج الشارقة المدينة الأولى خليجيا بلقب العاصمة العالمية للكتاب. بلدي ترابك الطهر ألثمه عليه سجدت لله النعيم.